أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من الأخبار، والبداية مع العناوين. نتنياهو يعلن أن إسرائيل على عتبة التطبيع مع السعودية، ومعارضون إسرائيليون يحذرون من أن قبول مطالب الرياض سيؤدي إلى سباق نووي في المنطقة. أشكركم على دعوتكم، أتمنى أن يؤسس لقاؤنا اليوم لتعاون استراتيجي واسع النطاق. الرئيسان الصيني والسوري يعلنان عن تعاون استراتيجي، وتشي يؤكد استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار سوريا. إيران تكشف عن أسلحة جديدة متطورة، ورئيسي يؤكد حريصون على سياسة حسن الجوار والوجود الأجنبي هو المشكلة الكبرى. انتقادات أفريقية للتدخلات الغربية في القارة السمراء، ورؤساء دول يطالبون الدول المستعمرة بالتعويض عن دماء الأفارقة وعن قرون من الاستعباد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يجب أن يكون الفلسطينيون جزءا من عملية السلام، لكن ممنوع أن يكون لهم حق للفيتو في السلام مع العرب. وأضاف نتنياهو أن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إسرائيل تقترب من السلام مع السعودية، وهو ما قد يشجع دولا أخرى على التطبيع. ليس هناك من شك، لقد بشرت اتفاقيات أبراهام بفجر عصر جديد من السلام، لكنني أعتقد أننا على أعتاب اختراق دراماتيكي، سلام تاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. وأعتقد أيضا أنه ينبغي لنا ألا نعطي الفلسطينيين حق النقد على معاهدات السلام الجديدة مع الدول العربية، ويمكن للفلسطينيين أن يستفيدوا كثيرا من السلام الأوسع نطاقا، ويجب أن يكونوا جزءا من تلك العملية. وبينما تصدر موضوع قرب التوصل إلى التطبيع بين تل أبيب والرياض، العناوين الرئيسة في إسرائيل حذر خبراء من انعكاسات وتبعات موافقة الحكومة الإسرائيلية على مطالب السعودية في مقابل التطبيع معها، حيث حذر رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان من أن ثمن التطبيع مع السعودية هو سباق نووي في كل الشرق الأوسط. تقرير من إسماعيل. التصريحات الاستثنائية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلته مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن التطبيع مع إسرائيل وسعي السعودية لتطوير برنامج نووي خاص بها حظيت باهتمام إسرائيلي واسع، وأعادت إلى واجهة الاهتمام الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية اللتين تتقاطع مصالحهما، ولا سيما في هذا التوقيت تحديداً. بعد كلام محمد بن سلمان فهموا في القدس أن الأمر أقرب مما يعتقدون، ويجب أن نفهم أنه يوجد هنا تقاطع مصالح وتقاطع زمني مدهش بين إسرائيل والسعودية. وعلى وقع التفاؤل الذي يبديه مسؤولون إسرائيليون بشأن قرب التوصل إلى تطبيع مع السعودية، حذر محللون من انعكاسات المطالب التي تضعها السعودية شرطا للتوصل إلى التطبيع على التعامل الإسرائيلي مع إيران، وفي مقدمها حصول السعودية على برنامج نووي. التطوير النووي السعودي سيحطم الأرضية التي قامت عليها كل الحملة الدعائية لإسرائيل ضد إيران، فإذا كانت السعودية تملك شرعية لتطوير خطة تخصيب يورانيوم لبرنامج نووي مدني وربما عسكري، إذا لماذا لا يكون لإيران خطة مشابهة؟ بماذا يختلفون؟ لماذا لا يكون للمصريين أو لباقي الدول في المنطقة ذلك؟ في الواقع بذلك تخسر إسرائيل كل الذرائع مقابل إيران. وفيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اجتماعات عمل بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين جرت في الأيام الماضية بشأن التوصل إلى سلام بين الجانبين من دون ذكر تفاصيل أكثر، أشار خبراء إلى أن وجود خلاف داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية بشأن مسألة النووي السعودي سيترك لنتنياهو هامشا سياسيا أكثر مرونة لاتخاذ قرار بشأن القضية وفقا لإرادته.
ينضم إلينا من الجليل الكاتب والخبير في الشؤون الإسرائيلية أليف صباخ. مرحبا بك أستاذ أليف. يعني هل في سياق ما ورد في كلمة نتنياهو أو حتى في سياق هذا التقرير فيما خص اقتراب التطبيع مع السعودية وقول نتنياهو أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا جزء من عملية السلام بشرط أن لا يكون لهم الحق الفيتو في السلام مع العرب، لهو خطاب مستجد أو انعطافة لنتنياهو من شأنها أن تخلق الشقاق داخل الائتلاف اليميني الحكومي؟ حياتي لك ولجمهور الميادين جميعا. هناك لابد من ملاحظة أساسية حول المفردات التي يستخدمها نتنياهو. عندما يقول ديمقراطية هو يعني ديمقراطية بمضمونه هو، ولذلك قال لبايدن بأن هو ملتزم بالديمقراطية الإسرائيلية، ولكن ديمقراطيته تختلف تماما عن الديمقراطية التي يفهمها بايدن أو غيره. عندما يقول سلام، هذا المضمون لكلمة سلام مختلف تماما عما يفهمه العالم، وهو يقصد بالسلام تحقيق لنظرية انتصار إسرائيل التي يقودها صديقه دانيال بيبس في معهد في منتدى الشرق الأوسط في واشنطن، مركز أبحاث منتدى الشرق الأوسط في واشنطن. وهو يعني بذلك أنه عندما يتم عقد اتفاقيات سلام وتطبيع مع الدول العربية، بالذات مع الدول التي تدعم الشعب الفلسطيني، عندها سيبقى الشعب الفلسطيني وحده وسيتخلى، وهذا ما قاله أيضا في خطابه، سيتخلى عن حلم إبادة إسرائيل، إذن سيتخلى عن حلم الدولة الفلسطينية. هكذا يرى نتنياهو، ونقل عنه بالأمس أو اليوم حتى بأنه قال لاحقا أنا قلبت المعادلة، السلام مع الدول العربية لا يبدأ مع الفلسطينيين وإنما ينتهي مع الفلسطينيين وفق الشروط الإسرائيلية. هذا ما قصده نتنياهو بأنه لا يريد أن يعطي الفلسطينيين فيتو على أي اتفاقية مع الدول العربية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، التطبيع مع السعودية أمامه يعني خيارين، أمام نتنياهو خيار، إما أن يدفع بالعملة الفلسطينية وإما أن يدفع في العملة السعودية، بمعنى العملة السعودية هي المطالب السعودية للاتفاق مع إسرائيل، المطالب السعودية من أمريكا للاتفاق مع إسرائيل، العملة الفلسطينية هي المطالب السعودية من إسرائيل، والمطالب السعودية من إسرائيل لا ترتقي إلى مستوى الدولة الفلسطينية، هي ترتقي كما قال بن سلمان لفوكس نيوز أن تسهل حياة الفلسطينيين، يعني هو يريد تسهيل حياة الفلسطينيين، يعني هناك مطالب اقتصادية، مطالب منع ضم الأراضي، وبالمناسبة منع الضم كانت حجة الإمارات، يعني منع الضم هذا لا ينتهي، كل دولة بدها تطبع حجتها أنه سنمنع ضم مناطق من الضفة الغربية، هذه البيضة اللي بتدفع فيها إسرائيل بشكل دائم وما بتنتهي، بتضل في جيبة إسرائيل. الأهم في هذا الموضوع أن هناك معارضة من داخل الحكومة للتطبيع مع السعودية بالثمن الفلسطيني، وهناك معارضة أيضا من داخل الحكومة ومن المعارضة الليبرالية الصهيونية للتطبيع مع السعودية بالثمن السعودي، والثمن السعودي على ما يبدو يعني أكبر بكثير من الثمن الفلسطيني. الثمن السعودي هو الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، الوصول إلى F-35 الأمريكية، الوصول إلى التكنولوجيا ليس فقط العسكرية وإنما أيضا المدنية، بمعنى أنه السعودية تريد هايتك في السعودية وليس فقط أن يبقى في أمريكا وفي إسرائيل. والسعودية بموجب تقارير إسرائيلية أو خبراء إسرائيليين هي نظام غير مستقر، وبالتالي تخصيب اليورانيوم في السعودية قد يجلب المصيبة على إسرائيل. هنا ما ورد أيضا في سياق التقرير أستاذ أليف، لأنه السؤال يكمن
السؤال يكمن حول كيفية فهم تل أبيب لهذه الحماسة السعودية لامتلاك برنامج نووي سلمي كما تقول الرياض حتى اليوم، ومن ناحية أخرى الحجة التي كانت تلقيها تل أبيب أمام المجتمع الدولي أمام الولايات المتحدة بدرجة الأولى، أنه كيف السبيل إلى محاربة البرنامج النووي الإيراني إذا كان هناك برنامج آخر سعودي، ولما لا ستزيد حماسة تركيا ومصر على مستوى المنطقة فعليا؟ اليوم نشر الدكتور ناحوم شيلو، وهو دكتور باحث في مركز ديان في جامعة تل أبيب ومختص بالشأن الخليجي والسعودي بشكل خاص، قال إنه إسرائيل لديها يعني طموحات في هذا الاتفاق مع السعودية، من هذه الطموحات هو توسيع الأسواق الإسرائيلية والوصول إلى مواد خام رخيصة وإلى ما ذلك من أرباح اقتصادية، ولكن السعودية نظام غير مستقر، هذا واحد. مطلب اليورانيوم قد يواجه ثلاث معضلات أساسية. أولا سيتم تمزيق كل العقيدة الإسرائيلية التي تروج لها في العالم بأنه لا يجوز لأحد أن يمتلك أن يخصب اليورانيوم في بلده، وخاصة إيران. الآن تأتي السعودية، إذا كان ليس مسموحا لإيران فليس مسموحا للسعودية. المعضلة الثانية، إذا سمحت للسعودية في الغد ستطلب الإمارات ذلك، وستطلب تركيا ذلك، ومصر أيضا، هل ستوافق إسرائيل على هذا الأمر؟ هذا أيضا معضلة ثانية. والمعضلة الثالثة إنه الطموحات الإسرائيلية لخلق شرق أوسط جديد قد تفجر الوضع في الشرق الأوسط، لأنها ستكون في صالح إسرائيل، الوضع الشعبي في الشرق الأوسط ضد الأنظمة العربية، وهذا يجعل كل المكاسب الإسرائيلية في خبر كان. إذن هناك معضلات أساسية عدا عن المعارضة الإسرائيلية لمثل هذا الاتفاق، ولكن المعارضة الإسرائيلية حاليا لا تعارض الاتفاق مع السعودية إذا ما تم الدفع بالعملة الفلسطينية، ولكن بالمستوى التي تستطيع هذه المعارضة أن تتحمل، يعني تسهيلات اقتصادية ومنع ضم أراضي في الضفة الغربية ووقف الاستيطان، ويعني من هذا المستوى من التنازلات الإسرائيلية بين قوسين. إذن هناك معضلات داخل إسرائيل تواجهها من الداخل، هناك معضلات تواجهها من الخارج، هناك معضلات قريبة المدى وأخرى بعيدة المدى. لذلك مثل هذا الاتفاق سيبقى على نار هادئة، مثل هذه المفاوضات ستبقى على نار هادئة، وأعتقد أنه الفلسطينيون هم من سيدفع الثمن الأكبر إذا ما تم أي اتفاق بين السعودية وإسرائيل. من حيث دلالة الوقت أستاذ أليف، يعني في سنة الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبعد شبه قطيعة بين إدارة بايدن ونتنياهو خلال هذه الولاية، اليوم هل تتحرك المياه الراكدة في محور العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، سيما بعد كل الأزمة التي تمر بها تل أبيب سياسيا وعلى المستوى الشعبي منذ بداية هذا العام، مع كل ما ترافق من ذلك من خضات على مستوى الصورة الأمنية والعسكرية داخل تل أبيب وحتى هذه الفجوة السياسية بين الأقطاب؟ دعنا نقرأ الواقع كما هو. الواقع يتحدث عن يعني توتر في العلاقات بين البيت الأبيض الديمقراطي وبين حكومة بنيامين نتنياهو وبين بنيامين نتنياهو شخصيا، ولكن في الواقع أيضا كل ما تقوم به الولايات المتحدة من جهود لعقد اتفاق تطبيع أو تركيع بين السعودية وإسرائيل، الذي تحول من اتفاق إقليمي إلى مشروع دولي يصل بين أوروبا والهند بموجب المبادرة الأمريكية، كل هذا يصب في مصلحة بنيامين نتنياهو. لو حصلت بعد هذا الأمر انتخابات في إسرائيل وكان هذا الموضوع الاقتصادي، الممر الاقتصادي هو الموضوع الأساسي للانتخابات، أنا أقول لك بنيامين نتنياهو سيربح الانتخابات مرة أخرى. لو كان التعديلات القضائية هي محور النقاش في الانتخابات سيخسر الانتخابات. إذن
بنيامين نتنياهو ربح من المبادرة الأمريكية. صحيح أن المبادرة الأمريكية تريد أن تحول أن تعطي لها يعني أبعاد دولية، ولكن ربح من المبادرة الأمريكية بأنه المبادرة الإسرائيلية التي كانت تتحدث عن أوتوستراد وخطوط سكك حديدية وأنابيب نفط وغاز من الخليج إلى الشواطئ الإسرائيلية ومن هناك إلى أوروبا، الأمريكان قالوا من الهند عبر الدول عبر دول الخليج إلى الشواطئ الإسرائيلية وأوروبا. إذن أعطوه أبعاد دولية وليس فقط إقليمية. كل هذا يصب في مصلحة بنيامين نتنياهو. المعارضة الإسرائيلية في الوقت الحاضر مرتبكة. كل ما تقوم به الولايات المتحدة من استرضاء لحكومة نتنياهو ولنتنياهو يصب في مصلحة نتنياهو. أي جهود للتطبيع مع أي دولة عربية يصب في مصلحة نتنياهو. إذن هذه العلاقات المتوترة إذا ما قسناها في الواقع بمقاييس الواقع وما يحصل على أرض الواقع هي تصب في مصلحة إسرائيل وليس ضد إسرائيل. هناك من يقول في إسرائيل أن عناد بنيامين نتنياهو وصراعه مع البيت الأبيض مجدي لإسرائيل. هكذا كان في الماضي وهكذا اليوم أيضا. سيد أليف صباغ الكاتب والخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك، شاركتنا من الجليل. إلى غزة، حيث أصيب 28 فلسطينيا بالرصاص الحي ووقعت عشرات حالات الاختناق بعد اعتداء قوات الاحتلال على مسيرات شبابية غاضبة. هذا وخرجت تظاهرات نحو الحدود الشرقية لغزة نصرة للأقصى وتنديدا باقتحامات الاحتلال باحاته. وبالتزامن قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطائراته عددا من مراصد المقاومة شرق القطاع من دون الإبلاغ عن حدوث إصابات. جئنا إلى هنا اليوم لنكمل طريق الشهداء الذين استشهدوا قبل أيام هنا على أرض ملكة الصمود والتحدي، لنقول رسالة لهذا العدو أن دماء الشهداء لن تثني من عزائمنا، بل إنها تعطينا الإصرار على المواصلة والتقدم بإذن الله سبحانه وتعالى. لن ننثني عن هذا الطريق، فطريقنا طريق الجهاد والمقاومة. لن ننثني عن هذا الطريق، سنمضي قدما حتى ننال إحدى الحسنين، النصر أو الشهادة. ها هم الثوار بفضل الله عز وجل يثوروا ضد هذا المحتل المجرم، لأن ليروا منهم البأس الشديد. ونقول لأهلنا في جنين خاصة ولأهل الضفة عامة أن اخرجوا، من لم يستطع في السلاح فعليه بالمظاهرات الشعبية، فعليه بالوقوف في الشوارع الفرعية. في منتصف فيلول سبتمبر من كل عام تحل ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلة التي حوصر فيها أبناء المخيم الفلسطيني في وجواره من اللبنانيين والفلسطينيين ونكل بهم على مدى يومين. وفي الذكرى 41 للمجزرة تأكيد لبناني وفلسطيني على ضرورة محاسبة المرتكبين. تقرير حسن الرفاعي. تحل ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلة التي راح ضحيتها آلاف اللبنانيين والفلسطينيين على يد مسلحين مدعومين من الجيش الإسرائيلي. بلدية الغبيري وبمشاركة وفود أوروبية أحيت المناسبة بكلمات أكدت أن تحرير فلسطين لا يأتي إلا بالمقاومة. الهدف من المجزرة هو إرعاب الفلسطينيين والمقاومين كي لا يفكروا في يوم من الأيام أن يرفعوا رؤوسهم وأن يطالبوا بتحرير أرضهم. الحل هو المقاومة، المقاومة العسكرية أولاً ومعها كل أشكال المقاومة. أمين السر لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات شدد على ضرورة محاكمة المرتكبين لوقف المجازر المستمرة. لو أن هذه العدالة الدولية يتحدثون عنها قد اقتصت من هؤلاء القتلة والمجرمين لما كنا نرى هذه المجازر تتكرر بشكل أو بآخر كل يوم. حتى تستقيم الأمور وترتاح النفوس يجب أن يقدم هؤلاء للمحاكمة. ومع اختتام الكلمات توجه الجميع إلى نصب شهداء المجزرة لوضع أكاليل الزهور، ومن بين الحاضرين أهالي ضحايا المجزرة. يعني كل سنة إحنا منحييها ومنحكيها كأنه هلأ، الوجع وجع كل سنة. يعني كبروا أولادي وتجوزوا وحيجاوزوا أولادهم وما بينسوا أبوهم.
وعلى وقع الهتافات أكد الناشطون الأوروبيون أنهم أتوا لينقلوا الحكاية إلى من لم يسمعها في بلادهم، مطالبين بالعدالة للضحايا. من المهم جدا حضورنا لحمل تجربتنا إلى أوروبا وتذكيرهم بهذه المجزرة. هي مأساة تحل ذكراها في كل عام، حاملة معها ألما كبيرا لم يخمد على مر الزمن. هي رسالة واحدة لن تنسى مجزرة صبرا وشتيلة، جرح لن يندمل إلا مع محاكمة المجرمين. حسان الرفاعي، بيروت، الميادين. في اجتماع القمة مع نظيره السوري بشار الأسد في مدينة هانجو، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن البلدين بصدد إعلان إقامة علاقة شراكة استراتيجية بينهما. وخلال اللقاء أعرب الرئيس الصيني عن استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار سوريا. تعد سوريا من أولى الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، وأحد الرعاة المشاركين في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أعاد إلى الصين مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة على مدى السنوات 67 الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية. صمدت العلاقات الصينية السورية أمام اختبار تقلبات الوضع الدولي، وأصبحت الصداقة بين البلدين أقوى منها في أي وقت مضى. واليوم سنعلن بشكل مشترك عن إقامة شراكة استراتيجية بين الصين وسوريا، وهي ستمثل الحدث الأهم في تاريخ العلاقات بين البلدين. بدوره الرئيس الأسد قال إن دمشق تتطلع بأمل إلى دور الصين البناء على الساحة الدولية، وترفض كل محاولات إضعاف هذا الدور بالتدخل في شؤون الصين الداخلية وفي بحارها. أتمنى أن يؤسس لقاؤنا اليوم لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات ليكون جسرا إضافيا للتعاون. أتوجه بشكري لكم شخصيا وللحكومة الصينية على كل ما قمتم به للوقوف إلى جانب الشعب السوري في قضيته ومعاناته ومحنته. تصادف هذا العام ذكرى السنوية العاشرة لمبادرة الحزام والطريق الصينية، وفي هذا الإطار يعقد في منطقة نينغشيا الذاتية الحكم المعرض السادس بين الصين والدول العربية لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات مختلفة. مفادنا إلى الصين أحمد عبد الله حضر الحفل الافتتاح لهذا المعرض وأعاد التقرير. يزداد التقارب بين الصين والدول العربية بشكل لافت، إن كان على مستوى العلاقات الثنائية والزيارات المتبادلة أو على صعيد تبادل الخبرات من خلال نشاطات مختلفة. للمرة السادسة تنظم الصين المعرض المشترك بينها وبين الدول العربية في مدينة ينشوان هذه المرة. وفود من 14 حكومة و13 منظمة دولية وإقليمية يشاركون في فعاليات المعرض على مدى 4 أيام بهدف تعزيز العمل المشترك. أعتقد أن هذا المعرض مهم جدا من أجل التعاون بين الصين والدول العربية، وبخاصة في مجال الاستثمار، وأنا أتطلع إلى مزيد من التعاون وتحديدا في مجال البنى التحتية. والدول العربية لديها مشاريع كبيرة في هذا الإطار. المعرض الذي تشارك فيه السعودية كضيف شرف هذا العام يمثل منصة للاطلاع على الشركات الصينية واستكشاف الفرص الاستثمارية، كما يقدم فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب في إطار مبادرة الحزام والطريق التي تنظم الصين فعاليات عدة في إطارها لمناسبة مرور 10 أعوام على إطلاقها. طبعا مبادرة الحزام والطريق هي مبادرة مهمة جدا، يسعى العراق إلى دخول هذه المبادرة بقوة من خلال علاقة العراق القديمة مع الصين ومن خلال العقود والأعمال التجارية. الصين بلد من البلاد الصديقة اللي احنا بنهدف دايما لتوطيد العلاقات دائما معهم، سواء علاقات اقتصادية أو ثقافية أو علمية في الصدد اللي احنا موجودين فيه. المعرض يعد أحد نشاطات منتدى التعاون الصيني العربي الذي تأسس عام 2004، ونجح على مدى السنوات الماضية في جذب أكثر من 400,000 مشارك، وقعوا أكثر من 1,200 مشروع للتعاون في مجالات مختلفة.
حقبة جديدة، فرص جديدة ومستقبل جديد، هو أكثر من مجرد عنوان لمعرض الصين والدول العربية السادس الذي يعقد في منطقة نينكشيا في إطار مبادرة الحزام والطريق، بل هو دليل إضافي على مدى ثبات التعاون بين الدول العربية والصين والذي يسعى الطرفان إلى تعزيزه بشكل أكبر. أحمد عبد الله من مدينة ينشوان، الميادين. أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الائتلاف السوري المعارض إطلاق عملية عسكرية ضد من وصفتهم بمجموعات انفصالية موالية للجولاني على محاور تبدأ من طريق مدينة الباب وصولا إلى معبر الحمران شرق حلب. الإعلان هذا يأتي بعد انتخاب رئيس جديد للائتلاف المعارض، وكانت قد تجددت أمس الاشتباكات في ريف الباب بين فصائل الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام، حيث كانت الفصائل المدعومة من تركيا قد شنت هجوما معاكسا باتجاه مناطق انتشار الهيئة. قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيرانية إسماعيل قائني يزور سوريا للمشاركة في مناورات عسكرية سورية إيرانية، ويزور جبهات ومحاور حساسة. أي رسائل ودلالات لتلك الزيارة في توقيتها ومكانها؟ من دمشق محمد الخضر. بضع صور لقائد قوة القدس في حرس الثورة الإيرانية إسماعيل قائني خلال مشاركته في مناورات للجيشين السوري والإيراني، كفيل بإيصال أكثر من رسالة جوهرها دعم إيراني لدمشق في مواجهة تحديات عنوانها تهديد وحدة البلاد عبر ضغوط أمريكية من بوابة ترويج مشروعات قطع التواصل الحيوي بين سوريا والعراق بما يمثله من شريان حياة للبلدين. حضور قائني ياتي في خضم مسيرة طويلة من التضحيات عمدتها دماء مقاتلي محور المقاومة وتوجت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي السورية من الإرهابيين بمختلف تسمياتهم وخصوصا الدواعش. خاض الجيش السوري وحلفاؤه معارك قاسية في حلب والقلمون والبادية ودير الزور إلى الحدود مع العراق. عشرات آلاف الكيلومترات المربعة جرى تأمينها بأداء عسكري مرن انتقل من معارك الجيوش التقليدية بقوامها وعتادها إلى مواجهة حروب عصابات وخلايا تنتشر في بيئة قتالية معقدة. الرسائل الإيرانية بالغة الحيوية في توقيتها، وقد ازدادت تهديدات واشنطن عبر الاستثمار في مجموعات مسلحة دربتها في التنف وزيارات نواب في الكونغرس الأمريكي شمال سوريا وتشجيع القوى الكردية شرق الفرات على منع أي تقارب أو حوار جدي مع دمشق يعيد سيطرتها على أراضيها وثرواتها. تجسد زيارة قائني محاور وجبهات عسكرية ولقاءاته قادة عسكريين وأمنيين جملة اتفاقات دفاعية أبرمها البلدان في مجال تطوير أنظمة الدفاع الجوي وتقديم الاستشارة العسكرية، وكلها عناوين تصب بعمق في مواجهة العدوان الإسرائيلي على منشآت ومواقع عسكرية سورية. في جوهر ما حملته زيارة قائني رفع سقف التحدي للتحرك الأمريكي عسكريا واستخباراتيا وسياسيا باتجاه الحدود السورية العراقية انطلاقا من التنف أو حتى في شرق الفرات، وهو ما لا تسمح به سوريا ولا أركان محور المقاومة. محمد الخضر، دمشق، الميادين. وكشفت إيران اليوم خلال العرض العسكري لمناسبة بدء أسبوع الدفاع المقدس عن طائرة من دون طيار تعد الأطول مدى في العالم. كذلك عرضت قوة الجو فضاء التابعة لحرس الثورة 4 صواريخ من نوع فتاح الفرد صوتي والذي يصل مداه إلى 1400 كيلومتر. كما عرضت للمرة الأولى أيضا صاروخ كروز باو طويل المدى. و
وخلال العرض العسكري لمناسبة بدء أسبوع الدفاع المقدس، أكد الرئيس إبراهيم رئيسي أن اتفاقيات أوسلو وكامب ديفيد وشرم الشيخ لن تجلب الأمن لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وأن التطبيع معه سيكون خنجرا في ظهر الشعب الفلسطيني. مالك عابد والتفاصيل. استعراض عسكري للقوات الإيرانية المسلحة بعتاد بري وبحري وجوي متطور، يكشف الجيش الإيراني وحرس الثورة جانبا من قوتهما العسكرية المتنامية، قوة يقول القادة هنا إنها دفاعية وردعية تسهم في حفظ الأمن والسلام في المنطقة. حضور القوات الإيرانية في الخليج والمنطقة يجلب الأمن لها، بينما انتشار القوات الأجنبية يثير قلق الشعوب. إن انتشار هذه القوات يعد أكبر مشكلة تعانيها المنطقة. القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للتعاون مع جميع الدول، فالمنطقة والعالم يعترفان بقوة القوات المسلحة الإيرانية وامتلاكها أجهزة وأسلحة متطورة. يقول المسؤولون العسكريون إن إيران وصلت إلى الاكتفاء الذاتي عسكريا، فهي تنتج حاليا 90% من احتياجاتها العسكرية بالرغم من الضغوط والعقوبات، وقد تحولت من دولة مستوردة للسلاح إلى دولة مصدرة له. ما عرض اليوم هو جزء بسيط من إمكاناتنا العسكرية. القسم الأكبر من هذا العتاد إنتاج إيراني، وهناك كثير من الأسلحة لم يتسنى لنا عرضها بسبب سريتها. يمكننا القول إن قواتنا اليوم بأفضل حالاتها. مرة أخرى تؤكد إيران التزامها بسياسة حسن الجوار، وعليه تمد يد التعاون إلى دول المنطقة لبسط الأمن وإنهاء انتشار القوات الأجنبية في المنطقة. بالاستعراض العسكري هذا تبعث إيران برسائل سياسية وعسكرية إلى مختلف الأطراف، رسائل تؤكد فيها جاهزيتها وقدرتها على مواجهة أي سيناريوهات قادمة. مالك عابد، طهران، الميادين. فاصل قصير نواصل بعده النشر. من جديد أهلا بكم. شهد منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اليومين الماضيين مواقف لافتة لقادة فارقة انتقدوا فيها محاولات فرض النماذج الغربية على دولهم، داعين إلى الكف عن التعامل مع الأفارقة كأطفال، ومنهم من ذهب إلى حد المطالبة بتعويضات عن تجارة العبيد لمعالجة الظلم التاريخي الذي ألحقوه بشعوب القارة السمراء. كما طالب البعض الدول الغربية الاعتراف أن كثيرا من ثروات أوروبا وأمريكا جمعت من دماء الأفارقة ومن تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي وقرون من الاستغلال والاستعمار. ندير بشدة توجه الدول القوية التي تنادي بالسلام وحقوق الإنسان والديمقراطية، وفي الوقت نفسه تمول الصراعات والنزاعات والتغييرات غير الدستورية لمصالحها الضيقة. كما ندين بشدة اللجوء إلى العقوبات والإجراءات غير القانونية كتلك التي تفرض على زيمبابوي وكوبا. تعاني أفريقيا أنظمة يفرضها الغرب، ويصعب على المجتمعات الأفريقية تقبلها والتأقلم معها، وهذه الأنظمة تمكن الغرب من استغلال موارد أفريقيا وثرواتها. ينضم إلينا من كيب تاون في جنوب أفريقيا الصحفي حسن أسرية. مرحبا بك أستاذ حسن. إذا ما سمعناه في منبر الأمم المتحدة خلال اليومين الماضيين، هل نحن أمام ما يمكن تسميته إعادة تشكيل للوعي السياسي الأفريقي وانتفاضة أفريقية على أسس الأنظمة التي حكمتهم بشكل استعماري في العقود والقرن الماضي؟ لا شك في أننا نسمع مجموعة من التصاريح القيمة جدا والهامة من لدن القادة الأفارقة الذين تواردوا على منصة الجمعية العامة المتحدة. هم يدلون بالطبع بالتصريحات الصحيحة، وهذا يشكل تحولا كبيرا على مستوى القارة ككل. بالطبع لابد أن نأخذ ذلك في سياق العالم الحالي، حيث نسمع بحديث عن عالم متعدد الأقطاب وليس أحد الأقطاب، عن برود
بروز قوى أخرى بدأت تظهر اهتماما أكبر فأكبر في أفريقيا، ورأينا ذلك مؤخرا على ضوء قمة البريكس ووجود دولة يتخذان موقفا أكبر على مستوى هذا الاستقطاب، إلى جانب مشاركة أفريقية أكبر على مستوى المنظمات الدولية. نرى إذن هؤلاء القادة الذين يطلقون التصريحات المناسبة، لكن بالنظر إلى القارة الأفريقية وإلى واقع الحال، نرى أنه من السهل أن ننتقد القوى الاستعمارية وأن نندد بالأنظمة التي أقامتها وثبتتها في أفريقيا، فنقول أن أفريقيا بحاجة إلى نماذجها الخاصة. هي هذه النماذج. لم نرى بعد هذه النماذج البديلة التي تقدم بها القادة الأفارقة. نسمع الكثير من التنديد والانتقاد، ولكن الأيديولوجية البديلة هي المطلوبة اليوم. طب القائد العسكري في غينيا مامادي دوبويا كان قال إن النموذج الغربي للديمقراطية لا يصلح لأفريقيا. هنا السؤال، ما الذي يقصد بهذا الموقف تحديدا وكيف يمكن فهمه على مستوى الساحة الأفريقية؟ لأنه أضاف، حان الوقت للكف عن إلقاء المحاضرات والتوقف عن معاملتنا باستعلاء كالأطفال، والأفارقون ناضجون لتصميم نماذجهم الخاصة للحكم. عن هذا الموقف تحديدا نسأل. Well, this is an important decision, a position, and it's an important statement to be. لا شك في أن هذا الموقف هو موقف هام، وهذا تصريح هام للغاية. لكن عندما ننظر إلى من أدلى به، هو بالطبع الزعيم الغيدي مامادي دمبويا، وطريقة وصوله إلى السلطة فيها دلالة. ولا بد وأن نراعي كذلك التطورات الحاصلة مؤخرا مع مجموعة انقلابات في غرب أفريقيا، وكذلك لابد أن نراعي تطورات الوضع في النيجر، وكيف أن 8 من هذه الانقلابات حصلت على يد قوات عسكرية كانت قد تدربت على يد القيادة المركزية الأمريكية في أفريقيا، وهذا ما يعرف بسوك أفريكا منذ عام 2007. إذن كثر من هؤلاء الضباط قد تدربوا أساسا على يد الأمريكيين، ولكن رغم اليوم يقومون بتنظيم الانقلابات في أفريقيا. لذلك لابد أن نتساءل من أين تنطلق كل هذه المساعي. يمكن أن نقول أن ذلك كذلك قد يكون من صناعة الأمريكيين، فنشهد على مسارات موازية متعددة. ما الذي يحدث في أفريقيا؟ هذا هو السؤال الأساسي، ومن يقف خلف هذه الانقلابات؟ لابد أن نراعي هنا البعد الأمريكي. كذلك الأمر عندما نتحدث عن النموذج الديمقراطي، نتحدث عنه من المنطلق والمنظور الأفريقي، لكن المفهوم يبقى فضفاضا. ويبدو أن النهج الحالي المتبع في تطبيق الديمقراطية هو انتهازي إلى حد كبير في الكثير من البلدان المدعومة من فرنسا والقوى الاستعمارية. نرى أن بعض الأشخاص الذين يزعم أنهم قد جرى انتخابهم للوصول إلى السلطة، لكنهم يفرضوا أنفسهم بعد وصولهم إلى السلطة. وهذه القوى الاستعمارية لا مشكلة لديها في وصول هؤلاء إلى السلطة ومكوث فيها لفترة طويلة. ونرى في بعض البلدان أن أسرا بيروماتها تحكم هذه البلدان الإفريقية. هذا هو السؤال الأساسي. عندما ننظر إلى النموذج الفرنسي بعيدا عن العناصر البارزة التي نراها نحن كأفارقة على مستوى الحقبة ما بعد الاستعمار، نرى على سبيل المثال أن الحلف الاستعماري الفرنسي قائم اليوم، وهذا هو اسمه، وهو يشمل مجموعة من البلدان ومنها مجموعة من بلدان أفريقيا الغربية. ولكن ماذا عن نموذج الديمقراطية هذا القائم على الحلف الاستعماري الفرنسي؟ في الواقع هذا النموذج ينص على تبعية هذه البلدان بطريقة أخرى إلى فرنسا. لو كان لي أن أقدم لكم تفسيرا على سبيل المثال، 85% من الاحتياط الأجنبي لهذه البلدان تبقى قابعة في المصرف المركزي الفرنسي، وهذه البلدان في حال رغبت في استخدام هذه الأموال يمكنها فقط أن تستخدم
50% منها، ولو أرادت أن تستخدم نسبة أكبر من ذلك فستحصل على ذلك لقاء سعر الصرف التجاري. حتى أسعار الصرف لا زالت محكومة من فرنسا على مستوى السلع كذلك وعلى مستوى الموارد الطبيعية. عندما ترغب هذه الدول ببيعها لابد وأن تعطي الأولوية لفرنسا، وحال قررت فرنسا أنها لا تريد مثلا هذه السلع من المواد الطبيعية، قد تقول للدول الأفريقية يحق لكم الآن أن تبيعوها لدول أخرى وستحدد هي سعر هذه السلع. ونرى هذا النوع من السيطرة الذي يبقى قائما في بعض الدول الأفريقية عنوة عنها. لذلك لابد أن نراعي دور الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وتلك الضوابط القائمة وهي من نسيج المنظومات القائمة في هذه الدول الأفريقية، لنفهم ما هو الرهان الفعلي على مستوى هذه الانقلابات العسكرية وعلى مستوى هؤلاء القادة الجدد الذين أكرر قد تدربوا جميعا على يد الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا نتساءل ما يريدون فعلا تحقيقه في القارة الأفريقية. بالطبع هو ابتعاد عن الديمقراطية على التراث الغربي، لكن نحو ماذا؟ ونحو ماذا وهي الوجهة المتبعة؟ هذا هو السؤال. على سبيل المثال ربما قائد الانقلاب الوحيد الذي يمكننا أن نتيمن به حاليا هو الجنرال عبد الرحمن تياني من النيجر، الذي لا يمتلك أي دعم من لدن هذه القوى الأمريكية والفرنسية وهكذا دولك. بالتالي التطور الذي ستشهده النيجر سيكون مثير للاهتمام، ولكن هو مختلف عن الانقلابات التي شهدناها في بلدان أخرى التي كانت تهدف إلى الانقلاب على القادة الذين قد أرستهم القوى الغربية. هنا لابد أن نراعي أيضا البعد السياسي العميق وكذلك المنظومات السياسية التاريخية التي تجذرت في هذه البلدان والتي بدأت تتنافس فيما بينها، وبالطبع في ظل وجود لمنافسة على السلطة في القارة الإفريقية حاليا. يعني أفهم منك أستاذ هاسن أن الولايات المتحدة تتسلل إلى الساحة الأفريقية من قناتين، قناة أولى تدعو فيها إلى مواجهة هذا المد الصيني الروسي من وجهة اقتصادية بطبيعة الحال، ومن قناة أخرى لوراثة الاستعمار الفرنسي بعد سلسلة الأخفاقات سيما في منطقة الساحل الغربي، وهو ما يستوجب لعله تنظيم أو تهيئة الساحة من خلال تنظيمات جهادية سلفية إرهابية أخرى على مستوى التنظيمات المسلحة غير الشرعية، وهو ما ألمحت إليه الجزائر بطريقة واضحة في هذين اليومين مؤخرا. اليوم الولايات المتحدة هل ترث حالة الاستعمار في هذه المنطقة من فرنسا وتتهيأ لمواجهة كل من الصين وروسيا فيها في مرحلة مقبلة؟ If we do a reading of, for example, what I've discussed here, then that is clearly the indication. And if we look at these, عودة إلى ما طرحناه سابقا، هذه هي الدلالة الواضحة. وعندما ننظر إلى هذه القوى الجهادية في غرب أفريقيا على سبيل المثال منذ عام 2005، عندما طبق الأمريكيون مسألة القيادة المركزية لإفريقيا وبدأت أمريكا تدرب القوات الأفريقية منذ عام 2004، قد شهدنا على زيادة في النشاط الجهادي على مستوى هذه المنطقة تحديدا من القارة. بالتالي لا شك في وجود رابط بين التواجد الأمريكي وتنامي هذا النشاط الجهادي. وإذا ما عدنا إلى بعض التصاريح على سبيل المثال لزعيم القيادة المركزية في إفريقيا ورئيس برامج التدريب والتكوين للولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا، هذه التصاريح فيها دلالة كبيرة عن حقيقة الأمر. وهنا أقتبس ما قاله الأدميرال جيمي سانز، وكان قائد سوك أفريقا، قال فيما نركز دوما على سيادة القانون لكننا طورنا خطة طويلة الأمد بهدف إحداث تكامل فعلي على الأرض. وهنا يتناول موضوع الانقلابات. بالتالي أمريكا لا تعفي نفسها ولا تغسل يدها من هذه الانقلابات التي حصلت في بعض البلدان، وحتى بالنسبة إلى بعض الخطط التي طارت الانقلابات التي حصلت في بلدان أخرى غير نيجر، نرى أنها قد انطوت على جانب أساسي يرتبط بسيادة القانون، وهذا يدلل إلى الدور الأمريكي. وكل من يأتي إلى السلطة حاليا يقوم بالانقلاب على قائد في السلطة منذ عقود وعلى الأرجح مرتبط بفرنسا، لكنهم يقومون بإرساء منظومة من القانون الجديد، وهذا ما تدربوا عليه وما قد حصلوا عليه في سياق التدريبات التي حصلوا عليها من القوات الأمريكية. بالتالي هي بالطبع محاولة على السطح من لدن الولايات المتحدة الأمريكية لفرض هذه النوع من الأنظمة. وقد شهدنا كذلك على تطورات مشابهة في جنوب إفريقيا مع وجود
مجموعتين من الاجتماعات الإفريقية الأساسية التي حصلت على مر السنوات الماضية، وبحضور أكبر فأكبر لمنظومة الأفريكوم ليس فقط على المستوى القارة بل في محاذاة هذه القارة، وكل ذلك يدلل إلى وجود الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أيديها في كل ما يحدث. لكن كذلك لابد أن نراعي كما ذكرتم الدور الروسي والصيني في كل المسائل الحاصلة لإعادة إرساء توازن على مستوى الساحة العالمية وعلى مستوى القنوات الدبلوماسية المرتبطة بالقارة. شكرا لك الصحفي حسن سيريا من كيب تاون في جنوب أفريقيا. بينما لا يزال وقف إطلاق النار ساري المفعول في أقليم ناغورنو كاراباخ، تحدثت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عمن وصفتهم بالانفصاليين الأرمن في الأقليم عن وصول القوات الأذربيجانية اليوم إلى مشارف العاصمة ستيباناكيرت، ونقلت عن أحد المسؤولين قوله إن السكان يختبئون في الأقبية. تأتي هذه التطورات على الرغم من اتفاق وفدي الأرمن في كاراباخ وسلطات أذربيجان على مواصلة اجتماعات الدمج، وقد وصف اللقاء الأول بالإيجابي. رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشانيان حذر من أن الوضع في كاراباخ لا يزال متوترا وقد ينفجر في أي لحظة. الوضع في ناغورنو كاراباخ ما زال متوترا جدا، والأزمة الإنسانية مستمرة، ما من تهديد مباشر لحياة المدنيين حتى هذه اللحظة، ولكن يجب الأخذ بالاعتبار أن الوضع غير مستقر وقد يتغير في أي لحظة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرض مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في سيفاستوبل لهجوم صاروخي أوكراني، وأوضحت الوزارة أن الهجوم أدى إلى تضرر المبنى التاريخي لمقر الأسطول وإلى فقدان أحد الجنود الحراس. وذكرت الدفاع الروسي أن دفاعاتها أسقطت 5 صواريخ كروز فوق القرم، فيما نقلت مواقع روسية أن طائرة استطلاع أمريكية كانت تحلق فوق البحر الأسود في أثناء استهداف مقر الأسطول. أعلنت السلطات في شرقي ليبيا أنها تنظم في 10 من الشهر المقبل مؤتمرا دوليا في مدينة درنة بهدف إعادة أعمارها، ودعت حكومة الشرق الليبية المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة أعمار المدينة. إغلاق المنطقة الأكثر تضررا في درنة لم يخفي أثار الكارثة، فالمناطق التي لم تدمر هاجرها سكانها، لم تترك السيول أثاثا أو بيئة للعيش بين الروائح والأحزان. في كل مكان من مدينة درنة تتنقل فرق الإنقاذ بين الأحياء والأزقة لانتشال جثة أو للبحث عن مفقود، عملية صعبة بين الأوحى، فلنتابع عمل فرق الإنقاذ. بكل حذر تتحرك فرق الإنقاذ، فالجثة أو المفقود قد يكون تحت جذع نخلة أو داخل سيارة أو بين الأحجار المتراكمة في كل مكان من هذه المدينة المنكوبة. هذا الفريق من الأردن يبحث على ما يبدو على جثة بين هذا الركام. يحاول السكان إصلاح ما أمكن، وكلهم أمل بالعودة إلى منازلهم التي تحيط بها رائحة الموت من كل مكان، ولم تبق سوى ذكريات وتفاصيل لحظات ربما كانت الأخيرة في حياة البعض. المية وصلت ممكن أن تشوف المنصوب متاعها، الحوش أعلى شوية. الليلة ترعب، ما نحكي لكش الليلة ترعب، يعني إن طلعنا للأدوار الفوقية تشوف الجثث وهن ماشيات والسيارات والأرزاق، الليلة ما نحكي لكش عليها بكلمة. لم تنسهم الأيام هول ليلة الرعب، فمن نجا من الموت يستذكر مشاهد حبسة الأنفاس وجعلت الموت أقرب. عندي أخوي الأصغر مني بسنتين غريب، كان واعي، كسد على تليفونه شوي خشة المي، مشى أكلم أمي، قال لي نظفوا المي وجوازين سيقوها ولا نشفوها، يمشي يلقاها تاقوى المي. عسسني بالرفع والفرش والصالون، وني لقينا خشت المرواشة خسران اسقبت على حجاري. درنا مدينة لن تمحى من ذاكرة العالم،
خاصة إذا ما كانت مصيبتها مدخلاً لتجميع الليبيين. مراد الدلنسي من مدينة درنة، الميادين. المزيد من الأخبار في ختام هذه النشرة على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.